بدكم مشاهدينا خبرنا الرابع والاخير، حيث اصبح بائع ايس كريم باكستاني احد اشهر نجوم السوشيال ميديا خلال 24 ساعة بس بسبب شبهه الكبير بالرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، فيما تفاعل مئات الالاف مع المقطع وشاركه على نطاق واسع، مش بس لتشبهه بالرئيس السابق بل لطريقته المتفردة في جذب انتباه الزبائن بصوت عذب. اعتبر الناس يستحق المزيد من الاهتمام عشان يصبح مطرب. الله، دونالد ترامب يغني. أنا نفسي أشوف الفيديو صراحة. ما عندنا فيديو؟ نفسي أشوف الفيديو، بس حلو حلو إنه استغل هذا الموضوع في 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 حاجة كويسة. تخيل انت الرئيس الامريكي يعني مع الشبه وكذا، احسها صعبه شويه. وقفوا مستقبله كذا، اعتقد انه توقف مستقبله. مين توقف مستقبل مين؟ اللي هو بقى الايس كريم. على حسب. والله يمكن صوته مو حلو كمان. لا حلو، بيقول لك صوته. ما سمعتيه؟ ما سمعته، بس ندور على الفيديو نشوفه. من جد بنات، مستعدين للسالفه؟ انا كان مره مستعده، ومن جد سالفتنا اليوم مره مهمه، ويمكن من اهم المواضيع اللي لازم نتناقش عنها، يتوعى فيها العالم كله. يمكن كلنا كبرنا على هذا الموضوع وعلى هذه التوعيه. مشاهدينا اكيد مكملين معكم فقراتنا بعد الفاصل، راح نتكلم عن